يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن كورس من شركة مسل بار لزيادة حجم الكتلة العضلية والتخلص من الدهون والماء الزائد. المركب الأول في هذا الكورس عبارة عن خليط متكامل من البروتين، الأيسوليت والكونسنتريت، قليل الدهون قليل السكريات، يزيد حجم الكتلة العضلية بدون أي دهون. المركب الثاني في هذا الكورس عبارة عن السولت، مركب لما قبل التمرين، خليط متكامل من الأرجينين والبيتالانين والكرياتين النترات، يعطي طاقة وقوة تحمل وبمب حق العضلة خلال التمرين. المركب الثالث في هذا الكورس عبارة عن خليط متكامل من الأحماض الأمينية الأساسية والغير أساسية اللي تسوي ريكفري حق العضلة خلال التمرين وتقلل من عملية الهدم خلال التمارين الشاقة. المركب الرابع في هذا الكورس عشان نرفع معدل الاستشفاء العضلي حطينا 5 جرام من الأحماض الأمينية الأساسية فقط اللي تقلل من عملية الهدم وتزيد من عملية البناء وينخذ قبل أو بعد التمرين. المركب الخامس في هذا الكورس عبارة عن خليط متكامل من الأحماض الأمينية الأساسية والغير أساسية مدعم بالجابا والفايف اتش تي في عشان يعدل النومة ويسوي الديب سليب. المركب السادس في هذا الكورس عبارة عن خليط متكامل من الكارنتين وأسيتيل الكارنتين مدعم بالريسبريكتون يحرق الدهون ويحولها إلى طاقة ويخلص من الدهون المخزنة في الجسم. المركب السابع في هذا الكورس عبارة عن شغلتين مع بعض، فات بيرنر مع CLA، الفات بيرنر يخلص من الفات الزايد والماء الزايد في الجسم، والCLA يخلص من الفات ويعدل الشكل الجسماني. هالكورس هذا عبارة عن خليط متكامل لزيادة حجم الكتلة العضلية والتخلص من الدهون المختزنة والماء الزايد، حتى لو أنت تبي تصعد ناشف هالكورس مناسب لك. علاوة على الخصم اللي مسوينه هالكورس هذا راح يكون معه 5 هدايا عبارة عن تيشيرت أكسجين، مطارة، علبة حق الحبوب، محقان حق البودر، وحافظة حق البروتين. حافظ على أكلك، تمرن عدل، شوف النتيجة صح.